سائل من روسيا يقول: من المعلوم أن بلادنا كانت تحت الشيوعية أكثر من 70 سنة، والآن ولله الحمد انتشر دين الإسلام، ولكن كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يعرفون حقيقة الإسلام ويعتقدون أنه إيمان بالله وملائكته وكتبه. هذا من تقصير المسلمين، الواجب على المسلمين أن يذهبوا إليهم وأن يعلموهم وأن يرشدوهم ويبينون لهم، هذا واجب المسلمين، إخوانهم المسلمين يذهبون إليهم ويعلمونهم يدرسونهم الإسلام. نعم. ثم يقول في تتمة سؤاله: وكيف نتعامل معهم وهل نأكل؟ كذلك يستقدمون منهم منح من الطلاب يدرسون في الجامعات، جامعات الشرعية، التوحيد والعقيدة والفقه والحديث والتفسير، ويجعلون بلادهم يدعون إلى الله، لا بد من هذا، ما يغفلون عنهم المسلمون لا يغفلون عن إخوانهم، يتركونهم للجهل. نعم. ثم يقول في تتمة سؤاله: وكيف نتعامل معهم وهل نأكل ذبائحهم ونتزوج نساءهم وهل نتبع جنائزهم؟ ما داموا يظهرون الإسلام وينتسبون الإسلام وعندهم جهل فهم مسلمون، هم مسلمون، يعاملون معاملة المسلمين، لكن ما يتركون يهملون، لا بد يبين لهم، يدرسون الإسلام ويبين لهم هذا. نعم.